قبل الثورة السورية ويمكن خلال العقد اللي سبقها، كان في مجموعة من الأشخاص عندهم نبر عالي ضد بعض الممارسات اللي بتحدث بمؤسسات النظام. مثقفين، فنانين، كتاب، صحفيين بيقدروا ينتقدوا المدير العام للمؤسسة الفلانية أو الرئيس المسمى للإدارة الفلانية. هدول الأشخاص كان عندهم هي الطاقة وهي القوة بحيث أنه هم يعملوا هذا الشيء بدون ما يتعرضوا للأذى، بدون ما حدا يجي يستدعيهم ويعمل معهم تحقيق مع كفين وزورة وتهديد بأنه المرة الجاية رح نورجيك شغلة ما بتعجبك. هاي الفئة من الناس حاولت أنه تحصل على مساحة خاصة فيها ضمن الحيز اللي بيتيحه النظام، والنظام طبعا كان رضيان لأنه بالنسبة له بيهمه يظهر للآخرين بأنه هو عنده مساحة بيقبل فيها الانتقاد، مساحة ديمقراطية بين قوسين، يعني بمعنى أنه فلان الفلاني إذا انتقدني شوفوها أنا عم بقبل الانتقاد وعم بسمح له أنه يحكي. ومو بس هيك، لما بيكون في عندي فرصة أنه أنا أعمل يعني شغلة ويجي هو يقدمها ويساعدني فيها ليكني أنا بدعيه. مثلا فينا نحكي عن بسام كوسا اللي هو فنان معروف وقامة فنية متميزة على أنه واحد من هدول الأشخاص. مثلا فيكم تتذكروا أنه هو شخص كان قبل الثورة ما يقبل يطلع على الإعلام إلا ضمن شروط أنه هو بيحكي اللي بده إياه بدون ما ينحزف. ولما إجا زياد الرحباني مثلا تم يعني تكليفه بأنه هو يعمل حوار مع زياد على اعتبار أنه قامة كبيرة مثل زياد الرحباني يجب أنه اللي بده يلتغيها أو اللي يعمل معها اللقاء كمان لازم يكون قامة كبيرة من حجم بسام كوسا. كثير من الناس كان في عنده علاقات قبل الثورة مع أشخاص متنفذين وأشخاص يمكن أمن وأشخاص موجودين بضمن أحد التشكيلات الخاصة بالنظام، لكن لما دقت ساعة الحقيقة كل هدول إذا نقول يمكن 99% منهم انفضوا عن النظام وأعلنوا موقف ضده، ضد ممارساته القمعية والدموية. البعض أعلن هذا الموقف ضمن سوريا ودفع أثمان واعتقل وتبهدل، ومنهم المرحوم فؤاد حميرة اللي غادرنا قبل كم يوم. والبعض الآخر استنى ليطلع من سوريا، ما قدر يتحمل لحظة اعتقال ممكن تصير معه، طلع لبرا ومن هناك أعلن موقف. بمعنى أنه ضمن الحالة الموجودة حاليا أو بهذاك الوقت ولحد الآن في سوريا لا يمكن القبول بعلاقة تستمر مع هذا النظام، خاصة وأنه ما بيقبل وجودك جنبه إلا من موقع المطبل والمزمر والمشبح له. وإذا كنت مصر على أنك أنت تظل معارض وبجانب هذا النظام، فعليك أنك تتلقى الأفعال السيئة تبعه، تتلقى القمع تبعه، وممكن يسجنك، ممكن بلحظة من اللحظات يمنعك من السفر، وممكن يسمح لك مرة بس ثاني مرة ما بيسمح لك، يعني بشكل أو بآخر ممكن تتبهدل. هلا هذا هو السياق الطبيعي اللي بيصير بأي وقت وبأي مكان لما بيكون في عنا نظام مجرم بهذا الشكل. ليش عم بحكي عن هذا الموضوع؟ عم بحكي عن هذا الموضوع لأنه قبل الثورة شيء وبعد الثورة شيء آخر. لما تكون أنت قبل الثورة عم تنتقد النظام والنظام رضيان عليك، هذا لا يعني أنه أنت كان عندك ميزة تفضيلية عن أي حدا سوري آخر، لأنه كل حدا كان معلق بظرفه الشخصي. لكن بعد الثورة وبعد وجود هذا الكم الهائل من القتلى والضحايا على أيدي فئة مجرمة اسمها نظام الأسد، ما عاد تزبط القصة بأنك أنت تقول والله ليتني أنا قبل الثورة كنت أنا عم بنتقد، معناته أنا بعد الثورة عندي سك براءة من أني أنا أخذ موقف. هذا رد أساسي على شيء نحكى ضمن اللقاء اللي عمله بسام كوسا قبل أيام واللي الناس عم تنتقده حاليا على شبكات التواصل الاجتماعي. المشكلة ليست مشكلة بسام كوسا لحاله، رغم أنه يحتمل أنه الواحد يحمله كتير من أوزار الكلام اللي حكاه ومن الأشياء اللي يعني نطق بها، واللي إذا احنا فكرنا فيها رح ترتد سلبا على صورته أمام الآخرين. ما عاد فينا نقبل كجمهور وحتى كأشخاص مختصين إنه علاقة بهذا الوسط أنه الفنان يعزل نفسه ويقول أنا ما عندي موقف تجاه هذا النظام. مو بس هيك، أنت بتدعي أنك أنت كنت عم تنتقد، لكن أنت بعد ما صارت الثورة ما نطقت بأي كلمة حق
تجاه هدول الناس اللي صاروا ضحايا لهذا النظام، لا بل انه صمتك هو جزء من العدة اللي استثمر فيها النظام ليقول للناس شايفين انه حتى بسام كوسا اللي هو فنان على اساس معارض وينتمي بالاصل الى حقل او الى مجموعة يسارية او ضمن الفضاء اليساري، هذا الشخص ضل واقف معي وليكو موجود. من ثم انت يا بسام كوسا، انت انا بعرفك شخصيا وبعرف تاريخك وانت بتعرف تاريخي الشخصي، انت بتعرف انه في جزء من اصدقائك والناس اللي كانوا حواليك قضوا عشرات السنين في المعتقلات، انت كنت يمكن بهداك الوقت شايلة انه انا بضل محافظ على انه انا معارض مشان هدول، لكن هدول الاشخاص اللي كانوا بالسجون ما عادوا فقط بالسجون، في اشخاص غيرهم صاروا بالسجون واختفوا بالسجون وتم اعدامهم ميدانيا على ايدي قوات النظام. كيف ممكن انت مثلا تتجاهل هذا الموضوع؟ كيف انت مثلا ممكن تقبل انه بدل ما تضل انت كفنان عندك وجهة نظر نقدية تجاه الكل، ما عم قلك بس تجاه النظام، فيك تنتقد النظام وفيك تنتقد المعارضة بنفس الوقت، خلي شخصيتك انت كفنان مستقلة، خلي موقفك نقدي، ما بدي نظر عليك او نظر على غيرك، بس لكن هذا هو الحد الادنى المطلوب من دور الفنان في هذا الزمن. وبالمناسبة وجودك في سوريا لا يمنحك ابدا نقطة تفاضل بينك وبين الآخرين الموجودين برا، أنت موجود في سوريا بإرادتك وعم تشتغل وعين الله عليك، والنظام ما قرب عليك والأمن ما طلع فيك أصلا، بينما في أشخاص هني وبرا عم يدفعوا أثمان موقفهم بأنه الأمن مثلا ممكن يقرب على عائلاتهم، ممكن يأذيهم إلى آخره. وتعال نحكي بصراحة، لو ضل الفنان المعارض جوا رح يقبل أو رح يقدر يحكي ضد النظام؟ انت بتعرف انه هذا النظام لا يتسامح مع المنتقدين الجذريين ضده، فكيف بده يسمح بوجود هاي الفئة؟ يعني لا تبيع الناس موقف وتبيعهم انه والله انك انت موجود جوا، في كتير ناس معارضين جوا ما عم يفتحوا تمهم، ونحن بنعرف انه هن مغلوبين على امرهم وما بيقدروا يحكوا شيء لانه النظام رح يستهدف. ملاحظات كتير ممكن تنحكى على اللقاء الخاص ببسام كوسا، بس لكن بدي اختم بقصة بأنه معقول بسام كوسا الفنان اللي كان عنده مواقف واللي كان عنده تقييمه النقدي العالي ينتهي به المطاف أنه والله عم يدقق على أنه في عندهم ممثلات هني بالاسم ممثلات ولكن هني على الأرض الواقع بيشتغلوا شغلات تانية؟ هلا هذا هو المستوى اللي وصلنا له؟ هذا هو المستوى المطلوب من فنان مرموق مثل بسام كوسا؟ ما بدي زيد أكتر، بس بدي أقول أنه يبدو انه في ناس لازم اما تكتفي بعملها يعني كممثل او حتى كطيان او حتى كمهندس، تكتفي بس بشغلها ولا تتنطح لاداء ادوار ما نأدها. ولازم نحكي فعلا انه مقولة الفنان الملتزم يمكن تكون بسوريا تحديدا واحدة من اكبر الاكاذيب اللي عم يثبت يوم بعد يوم انه هي غير قابلة للتحقيق مع فنان يضل عايش بكنف هذا النظام المجرم.